الفانكشن الثاني هي ميكسينج هاي المواد اللي صار سكريشن مثلا انا اجى
الاكل وصل للمعده وصار سكريشن اوف جاستريك اسيد، لازم يصير ميكسينج ويا الاكل حتى يشتغل ويا وظيفه. اكو ميكسينج نسميها ميكسينج موفمنت. الحركات مال البصل مال الجي اي تي طبعا مثل ما تعرفون هي سموث بصل اغلبها كلها ما عدا عندي عبر الاسفنجال سفنكتر. فالسموث بصل هاي فيها تو تايب اوف كونتراكشن، ايذر بيزك كونتراكشن او تونيك كونتراكشن. وانتم عارفين عن تونيك كونتراكشن يعني اتس ا كونتينوس كونتراكشن فور لونج بيريود، يعني ممكن يبقى دقائق الى ساعات يبقى مشنش هذا المكان هاي العضله. وهاي وين نلقاها عاده نحتاجها؟ السفنكترز عند الانتيريور بارت اوف ذا ستومك. خوش السفنكتر يعني مثلا انا الابر اوزوفيجيال سفنكتر انا ممكن في 3 ساعات 4 ما اكل هي تبقى مشنجه، واللور اوزوفيجيال سفنكتر كذلك. الاوتي سفنكتر اللي موجوده بالدودينوم تاخذوها ان شاء الله ما محتاج ما يصير سكريشن مال البلياري سيستم فما يصير فيها اوبننج. من احتاجها يصير فيها اوبننج فممكن تبقى لها ساعات انا من احتاجها هي كونتراكتد. This is a tonic contraction. موجودة عادة في السفنكترز and the anterior wall of the stomach. النوع الثاني من الكونتراكشن هو الـ basic contraction اللي هو contraction and relaxation alternating، يعني شوية contraction بعدين يصير relaxation، شوية contraction بعدين relaxation. هذا يصير بالأوزوفاجوس، يصير بالـ small intestine، بالـ posterior wall of the stomach، بالـ large wall يصير. This is called basic contraction. الوظيفة الأخرى الأخيرة هي defecation اللي هي elimination of the waste products of digestion لل external environment. وقلنا أيضا كرر four main function هي الأربع الوسطيات اللي هي digestion والsecretion والabsorption والmotility. These are the main function of the GIT. معلومة حول ال work of the GIT. احنا قلنا GIT عبارة عن tube extended from the mouth to the anus. ابتداء من الاوزوفيجاس راح يكون مكونات الوول مالته المفروض تاخذوها الانسجه وتاخذوها تكون من فور لايرز ميوكوزا سب ميوكوزا وماسكولار سبروبريا اند سيروزا او ادفنتيشيا نسميها. الميوكوزا تكون من ثلاث طبقات الابيثيليال لاير واللامنا بروبريا والماسكولار سيميوكوزا فيها لاير اوف مصر بس ديليكيت تكون بس نجي الوظيفه بنشوف. السب ميوكوزا تحتوي على ما يسمى بالمسنا بلكسس او سب ميوكوزا بلكسس. It is a nervous tissue. احنا عندنا النيرفوس سيستم ما يسمى العفو بالجي اي تي ما يسمى بالانتريك نيرفوس سيستم. وتذكرون احتمال انا اعطيتكم الكاترون او لا. عندي البريفورم نيرفوس سيستم يعني سنسر موتور غير عندي اوتونوميك نيرفوس سيستم. وبعض الكتب تعتبر الانتريك نيرفوس سيستم از ان انتيتي سيستم الحاله ما له علاقه بالبقيه يتاثر بالبقيه ويتاثر بالسمباتيك والباراسمباتيك وذيس اسيستم ايزوليتد سيستم. فهاي عندي هنا المسنا ريفلكسز والاوربخ ريفلكسز المايتريك ريفلكسز هي عباره عن سيستم نيرفوس سيستم داخل الوول مال الجي اي تي مسؤول عن حركه الجي اي تي. بي بيس ميكر اكو خليه نسميها انترستيشال سيف اوف كاجا هي اللي تعتبر بيس ميكر ريذم مال الموفمنت بس ممكن تتاثر بينا السمباتيك والباراسمباتيك تزداد الريتم الريت او تقل الريت تاثر على الريتم مالتها والريت واضح؟ فاتس حاله حاله اوتونوم نيرفوس سيستم وظيفته ذاتيه واضح؟ وجود الانتريك نيرفوس سيستم اللي هو يتكون من جزئين السب ميوكوزا بلكسس اللي موجوده بالسب ميوكوزا والاوربخ بلكسس او المانتريك بلكسس اللي موجوده بالماسكولاريس بروبريا. الماسكولاريس بروبريا هي طبقتين الانر بارت سيركولار لاير والاوتر بارت لونجيتيودينال فهي صاير بيناتهم عندي شنو؟ المايتريك بلكسس او الاوربخ بلكسس نيرفوس تيشو واضح؟ وبعدين هسه نجي شنو فائده السيركولار واللونجيتيودينال ليش موجودات بيناتهم؟ الطبقه الخارجيه هي السيروزا او الادفنتيشن. واضح ان الطلاب شوي سريع يعني لا اكو شيء يعبركم يعني قولوا لي ابطل بالشرح ولو لو شوي ما نخرج بس قدر الامكان. اول شيء الميوكوزا الطبقة الأولى هي الميوكوس ممبرين أو الميثيليال تيشو اللي موجود اللي هو وظيفته برودكشن وسكريشن. برودكشن اللايرز اللي جوا والسكريشن لأنه يحتوي على الميثيليال سيل بعض منهم تخصص بالسكريشن أوف ميوكوس فور إكزامبل. والله من أهم وظائفه هو السكريشن أند برودكشن وكذلك الأبزوربشن أول طبقة اللي راح تتعرض للنيوتريانت هاي اللي سويناها دايجستشن وصارت سمول
يونت هاي تسوي لها absorption. قلنا لي تاخذ بها أول شيء أول layer من الميوكوزات اللي بيثير يعملها. فالabsorption هاي تم من خلالها إذا protection وabsorption وsecretion. واضح؟ جوا عند طبقة اللمنة البروبلية هي عبارة عن middle layer تحتوي على lymphoid tissue اللي هو نسميه gums gut associated lymphoid tissue. هاي وظيفتها protection against foreign organism microorganism جاني. فأول line مال protection واحد من line مال protection هو هذا طبعا بالإضافة إلى كل يعني هدي multiple lines for protection for protection upon for جي اي تي ابتداء من السلايفة يحتوي على bactericidal agent و substance that kill the microorganism إذا عبر الستومك ممكن acidity مال الستومك فترة إذا عبر فحسب إذا عبر كلهم ووصلت الجي اي تي ممكن هاي lymphoid tissue يفيدني إن أنا بالبروتكشن for defense mechanism. هاي كنا في الميوكوزة تبعنا الطبقة الثالثة من الميوكوزة هي شنو نسميها المسبلاريس ميوكوزة طبقة جدا رقيقة موجودة جوا هاي البثيريا واللامنة الرابرية من السموت مصر وظيفتها تسوي local movement يعني من يصير بها contraction هاي الليارة الخفيفة مع المصر شو تسوي دي زيد الفولدينج بس يعني لما تلقى الورقة مثلا ما أعرف مفهومة الفكرة أو لا بالنسبة لكم هاي الورقة هاي ميوكوزا اللي هي الميثيريال لاير واللامنا بروبلي جواها فوضعها العادي هذا بدون كونتراكشن مال ماسكولاريس ميوكوزا من يصير كونتراكشن اوف ماسكولاريس ميوكوزا شو يصير؟ زيد الفولدنج وهاي الفولدنج فائدتها شنو؟ شنو فائدتها اخذتوها من الاسفل؟ زيد السيرفيس اريا اللي تتعرض للنيوتريت حتى يزيد للابسوربشن اقل اكثر مساحه سطحيه تتعرض للنيوتريت حتى يصير فيها ابسوربشن فالمسكلاريس الميوكوزا اللي موجودة الميوكوزا وظيفتها تزيد وتقلل من الفولدنج من يصير فيها ريلاكسيشن الفولدنج بتصير اقل تنفرش ومن يصير فيها كونتراكشن الفولدنج بتصير اكثر. السب ميوكوزا عادة هي في لاير اوف كونكتيف تيشو كنا تحتوي على بلاد فيسل عن ليمفاتيك تيشو وداخلها تحتوي السب ميوكوزا الفلكسس اللي كنا عليها مثلا الفلكسس هاي الفلكسس بما انه موجودة شلوها بالكم معنى التوبلكسس مو صار مسنر وما ينترك مو المسنر هي اللي بيت سب ميوكوزا اول وحدة او سب ميوكوزا التكسس والما ينترك الفلكسس هي الغرفة التكسس اللي موجودة في المصر بتوين تسافرة عن لو موجودة ماشي حتى فاكم يبقى الفنكشن مالتها هي موجودة في سب ميوكوزا سب ميوكوزا شنو بيها بلاد فيسلز بلاد فيسلز فوظيفتها تتحكم بالبلاد فلو والسكريشن بلد فلو عن سكريشن ما لها علاقة بالموتيليتي المسنر فلكسس تتحكم بالبلد فلو والسكريشن ازاي تقلل تغير نوع السكريشن ممكن يتغير التايب اوف سكريشن يصير ثري ازاي الواتر في مكونات مال السكريشن تتغير من المسؤول عنها المسنر او السب ميوكوزا فلكسس اللي بعدها اللي راح تجينا اللي هي في الماسكولار لاير الماسكولار بروبري او مسبلار وول اللي هي المايندريك فلكسس او فارماكا فلكسس بما انها موجوده بين تسيرترا اند لونجيتيودنال فشغلنا منها بس على المصر على الموتيليتي هي بتعطينا الريزم والريت مع الموتيليتي والكونتراكشن والريلاكسيشن اوف سيرترا اند لونجيتيودنال مصر واضح وهاي المصر ما لها علاقه بالمصر اللي حكينا عليها بالميوكوزا هاي تعطيني موتيليتي اوف ذا جي اي تي بشكل عام تدفع الاكل تسوي لي ميكسينج للاكل المسبلارس ميوكوزا شو تسوي؟ بس على الفولدنج زيد الفولدنج وقلل الفولدنج واضح؟ واضح طلاب؟ فإذا تجيكم ماسكولاريس ميوكوزا يعني مو قبل يعني انتبهوا الماسكولاريس يا ماسكولاريس منها واضح؟ الماسكولاريس اكستير قلنا انر لاير واوتر لاير الانر لاير هي السيركولار لاير والكونتراكشن مالتها ايش راح يسوي لي؟ يقلل الدايميتر والريلاكسيشن يزيد الدايميتر واضح الاكسترنال اير هي لونجيتيودينال الكونتراكشن مالتها شو يسوي لي؟ شورتنج يعني اذا صار كونتراكشن باللونجيتيودينال التيوب اذا هذا طوله راح يصير هذا طوله واضح راح يصير تداخل فتفيدني بالشورتنج وهي تفيدني بالبريستالتيك موفمنت اللي راح نحكي عليها بعد شوي فالاكسترنال اير هي لونجيتيودينال والانر اير از
circular layer بتتحكم بالدايمتر increase and decrease the diameter of the tube of the segment هنقول من التوب و longitudinal layer control the length of the segment rather shorten and lengthen the segment between the circular and longitudinal layer أكشنو myenteric plexus or orthotic plexus اللي هي جزء الثاني من الانتريك نيرفس سيستم اللي هي وظيفتها control motility myenteric plexus control the motility. الطبقة الأخيرة هي السيروزة اللي هي outer layer of connective tissue موجودة كلكم شايفينها بالمصارين مع الذبيحة وغيرها تكون سيرت سموث كلش وتفرز مادة سيروس ماتيريال فلويد على مود يسوي سليبنج و لبريكيشن للموفمنت مال الانتستين احنا الانتستين في حالة حركة مستمرة فهاي الحركة المستمرة تحتاج انه يصير لبريكين ما يصير احتكار فحتى نمنع هذا الاحتكار السيروزة راح تفرز هاي مادة. هاي الصورة للحشد اللي حشيناها كله ابتداء من الابيثيال تشو اللمنة بروبريا المسكلارس الميوكوزا اللي قلنا تتحكم بهاي الفولدينج و السبميوكوزا لير هاي و اللي بيها السبميوكوزا او المسنر بلاكسس او انتريك نيرفس سيستم وهاي المسكلارس الاكسترنال هاي السيركلر لير انترنال والاكسترنال لونجيتيودينال لير وبيناتهم اكو شنو ماينتريك بلاكسس والطبقة الأخيرة هي السيروزا واضح لأن هذا نسميه intrinsic innervation هذا innervation الذاتي من أنت هو بداخله النيرفات مالاته ما حد يمين عليه GIT الردم مالته بعدين نجيها في محاضرة أخرى تطيها interstitial cell of Kajal اللي موجودة ويتقلص وأنت فتفرد معين أو ريت معين مع movement contraction and relaxation بس لازم يحتاج مؤثرات خارجية تذكرون الهارت العام أخذتو بيس ميكر أوف ذا هارت فيها أوتوماتيسيتي بس السمباتيك والباراسمباتيك يأثر على الجلد بس وصوا عليها فهنا عند السمباتيك عن قدرهم من القصصين يأثر فالسمباتيك عن باراسمباتيك يأثر على الموفمنت والإنرفيشن مال جي آي تي يسميه إكسترنسيك إنرفيشن الباراسمباتيك نعرف إحنا أوف كرينيو ساكرال أوريجن تذكرون العام من الكرانيوم عن ساكرال سيجمنت عادة أكثر نيرف مسؤول هو الفيغس النوسوفارنجيال بس بالبداية بالجزء العيوني بالفارنكس حتى بالإيزوفيغس يتأدي الفيغس بقي معظم الفيغس ككرانيوم نيرف الفيغس من يوصل للبلفيك أورجن راح تبدي ساكرال سيجمنت أوف ذا سباينال كورد هذا شنو؟ باراسيمباتيك فيغس mainly where sacral segment of the spinal cord. The sympathetic لا احنا قدتو في وقتها from T8 to L2. The effect of the sympathetic and parasympathetic تركوا مو يأثر على rhythm و secretion. Parasympathetic عادة يزيدي او نقلل للسمباتيك السمباتيك عكس الكادي يقلل احنا تتبرون قلت لكم الباراسمباتيك العام مع الانجستيون الباراسمباتيك is the system of rest and digest rest and digest فبالحالة الـ eating والـ activity مع الـ GIT يحتاج منه باراسمباتيك عكس الكارديو كارديو سمباتيك يزيد الـ blood pressure الـ heart rate يزيد الـ contractility أو لا هنا بالعكس هنا الباراسمباتيك يقلل الـ motility يقلل الـ secretion أو يعني غير type of secretion يسوي more constricted يقلل الوتر دي بشكل عام الكمية راح تقل ويزيد ال constriction of sphincters هذا لأنه ما احتاج على مدى آكل السفنكترز ما احتاج لا احتاج الأسفاجيال سفنكتر تنفتح ولا احتاج السفنكترز اللي مسؤول عن السكريشن تنفتح لأنه ما تركب that is the sympathetic الباراسمباتيك راح بالعكس تماما يزيد ال motility يزيد السكريشن ويزيد الريلاكسيشن في السفنكتر ويزيد السكريشن اوف جاسترين عن اكسيلا اكو سؤال؟ نعم هو حساب السؤال قبل الكمار سألت اكثر مره سنه سنتين ثلاثه اسئله ما يعني ليه يجاوبون عليها الطلاب اكو ناس عندهم بالستريس كونديشن يصير عندهم فريكونت باور موشن مرات يصير عندهم مغص ومرات لا يصير عنده فريكونت باور موشن كل ساعه يروح للتواليت تعبه يصير عنده ووتري ديفيكيشن بس كمياته قليله
ليش؟ بعدين نعم؟ جاوب ولا لا بتجاوب؟ عليكم هذا بتجاوب. آلة السمباتيك شو موجود؟ آلة السمباتيك احنا قلنا السمباتيك يقلل المورتاليتي ويقلل السكريشن، يغير التايب اوف سكريشن وبالتالي كمية تقل، يقلل الوتر في يصير مور ترانسبيرنتس. و بس بعض الناس عندهم مو كلها، بعض الناس الستريس اوف كونديشن يصير عندها مقصر وتحس نفسك انه ديالي صارت، درس مو واقعا كمية ككمية مو ديالي مثلا، نحن نعرف ديالي هي فريكونت فور موشن ولا تمر، هاي كميتها قليلة صح فريكونت بس كمية كلش قليلة. المحاضرة الجاية أنت جواب يجاوب. لا التوفاض مرض ثاني بعدكم على التوفاض. ممكن الناس أكو بس نصف كونديشن اللي عنده أنا التوفاض يصير عنده التوفاض يتهيج. ممكن هذا جانب. بس لا ليش يصير؟ هاي أكو ديارة معينة نسميها اسم معين. تصير مرات لبعض الناس مو كلهم. البارس بعدك إنه راح يزيد الموتيليتي لأنه قلنا في the system of rest and digest. يعني أكلت لازم تزداد الموتيليتي حتى يمشي الأكل، لازم يزداد السكريشن حتى أهضم الأكل، والسفنكتر لازم تنفتح حتى شنو حتى يعني الغاز الجويس وغيره والأديشنال سبستنس الميسنج ويا فود حتى الميوكس لازم يصير سكريشن والأودي سفنكتر لازم تنفتح، الأوزوفيجيال سفنكتر الأبر والأور لازم تنفتح حتى يمر الأكل من خلالها، فالسفنكتر يصير بها ريلاكسيشن ولازم يصير سكريشن أوف غاسترين بالستومك حتى يزيد الغاستريك سكريشن. هذا ملخص اللي حكينا الباراسمباتيك نيرفوس سيستم والسمباتيك. الباراسمباتيك مينلي بروستات البيجل نيوكلياي او البيجل نيرف والساكرال سيجمنت اوف ذا سباينال كورد راح تنتقل على البريك نيرفوس سيستم، والسمباتيك بواسطه السباينال سيجمنت اللي هي ثوراسيك واللمبر راح تأثر عليه، وبالتالي تأثير اللي حكيناه على البلد فيسلز على السكريشن على المورتيليتي على السفنكترز. هنا واضح الطلاب. هسه عندي المورتيليتي اللي تصير بالجي اي تي، انا بعد ما اخذت الفود بلعت قط الفود بالاسوفيكس وصار لازم ينتفع بهذا بالاسوفيكس، ومن يوصل للستومك لازم ينهجم وين يصير ميكسينج ويا الكاسترك جويس. حتى بسمو تستخدم في بعض الجوس وبعض الهرمونات لازم يصير ميكسينج وياه، فهذا الميكسينج احتاج في موفمنت معينه، والموفمنت احتاج فيها موفمنت معينه، عفوا الموفمنت احتاج فيها كونتراكشن معين. فعندي تو تايب اوف موتيليتي، ايذر بيرستالتيك موفمنت او ميكسينج موفمنت او سريع سكريتي. بيرستالتيك موفمنت هي كالعاده تبتدي تبتدي كل مره. يعني في الحاله الواقعيه. هذا التيوب مع الجي اي تي بشكل عام سواء سمول انتستن لارج انتستن او ميدي سمول انتستن طبعا او اسوفيغس، من تدخل اللقمه في مكان شو يسوي؟ شو يصير؟ ستريتشنج وديستنشن. هذا الديستنشن اللي صار هذا المكان مال اللقمه اللي هنا راح يسوي لي ريفلكس، ماخذين الريفلكس ريسبتر وافيرنت وسنتر وافيرنت. الريفلكس الرسمس مالته شو راح يصير؟ هاي اللقمه هنا سوين ايدي شو يصير؟ contraction شتى بيقولنا شو يصير؟ contraction behind the bulbus of foot. باي شنو من اللي خلص هنا؟ circular muscle. وهنا فوق البلس شو يصير؟ contraction of منو؟ longitudinal حتى تسوي. فبالتالي لك ما راح تمشي مسافة. وراها نفس الشيء هنا. وراها متصل هنا راح يصير هنا contraction والcontraction تمشي لهنا. مرة ثانية تشوفون؟ الآن وصلت لك ولا لا؟ This is called الستاتيك موفمنت اللي هي لها الدور الاكبر في حركه الفوت فروم ماوث او اسوفيغس تو انس، واضح؟ This is called peristaltic movement. الميكسينج موفمنت وظيفتها مو تدفع الاكل، وظيفتها اسمها ميكسينج موفمنت، بس تخبط الاكل بين المواد وتخبطها ويا الجاستريك جوز ويا السكريشن مال الجي اي تي اللي هي بس. هاي شلون تصير؟ هي تصير كونتراكشن عاده اجينست كلوزد جيت واي او كلوزد outlet مثلا في الستومك في نهايه الستومك اللي هي البايلورس تكون عاده كلوز بايلورك سفنكتر نقول السفنكتر تكون مغلقه فتكون مغلقه لحد ما يصير كومبليت دايجستشن اوف فود بالستومك فالستومك قلنا البوستيريور سيرفيس مالته يصير بيه بيرستالتيك موفمنت بيزك كونتراكشن مو قلنا الانتيريور توني بس البوستيريور يصير بيه بيرستالتيك موفمنت اللي هي بيزك كونتراكشن فيصير كونتراكشن بالستومك تدفع الاكل باتجاه
السمول انتستين يجي يوصل للبايلاروس يبقى شنو مسدود، وراح تنفخ من مواد وترجع مرة ثانية، وراها التخلص الثاني يتخلص تروح توصل تلقى الباب مسدود تنفخ وترجع مرة ثانية. هاي بنفس الوقت في ميكانيكال دايجستشن بعض الشيء تنطر المواد تتكسر، وفي ايضا ميكسينج وذ كيميكال سبستنس. واضح؟ هذا نسميه ميكسينج لانه يصير كونتراكشن اجينست كلوزد اوتلت. واضح؟ نعم. في فيزيك كونتراكشن اللي هو كونتراكشن عند الاكسيشن ويصير في بيرستالسيس، والانتيريور يصير الكونتراكشن ما تطول فتره اكثر، ولهذا نسميه تونيك كونتراكشن انتيريور يعني كانسر. والله النوع الثاني لا هاي لا بالستومك يجي، اذا بالسمول انتستين شلون يصير ميكسينج ويا الجوس ويا السكريشن، هذا السمول انتستين والفود ماتيريال هنا فراح يصير تجي نوبه مال التقلصات مثل ما تشوفوها متعدده كل مسافه كل كم سنتيمتر يصير تقلص في نفس الوقت بيصير كونتراكشن هنا بالسيركولار مصر، ولو بتجي لنا مصر هم يصير فيها شورتنج شويه فالمواد ايش راح تجي؟ تنحصر في هاي السيركولار سبيس اللي يصير ميكسينج للمواد اللي كانت بهذا المكان تحركت وين؟ على هذا اللي كانت هنا المواد نص راح منا ونص راح منا، واللي كانت هنا نص المواد راح منا، بالتالي شنو صار؟ ميكسينج. واضح؟ This is called segmentation. هاي الحركه segmentation صارت segment بالتيوب فسوى هذا ميكسينج في السبستنس. واضح؟ راحت الوقت. شبيهة؟ اي بعدين نوصل مرحلة لما تنعاد استرسل الكاسبيشن، نوصل مرحلة لتنعاد العملية ازداد الكونتراكشن، قوة الكونتراكشن تزداد إلى أنه يوصل للبرجر اللي داخل الاستومك أعلى من البرجر اللي قوة البرجر مال البايلورس، فتنفتح البايلورس، فراح يصير امتيك أوف الاستومك. طبعا كموتيليتي سواء ميكسينج أو برستالسيس الإفكت مال السمباتيك والباراسمباتيك ثابت هالشيء هنا. باراسمباتيك يزيد الموفمنت والسمباتيك يقل الحرارة. الآن عندنا ماستيكيشن. ماستيكيشن هو شنو؟ المضغ أو اللوج شو؟ الماستيكيشن هو عبارة عن موفمنت مال الماوث فور ديجريديشن أو بريك داون أوف فود ماتيريال حتى يصير بولس أوف فود حتى يصير سوالوج. فتدخل بيها movement of the jaw lower jaw يتحرك لازم يصعد وينزل حتى يصير grinding وcutting the food، والtongue لازم يتحرك حتى يحرك الأكل يمنى يصعد بين التوث أو التيث عفواً، ويسوي له mixing ويا السلايفة والcoordination عفواً الأكشن of the teeth اللي راح تطحن قسم من أنها تطحن قسم من أنها تقطع حسب الإضافة سيلر تيف أو مولار تيف حسب الفونكشن مالت. هذا الماستيكيشن عادة احنا نبدي بيه فولنتري، أنا أعقد المجموعة بدي أعقد بيها فولنتري بس لا شعوريا هو يصير ريفلكس بس ممكن أوقفه في أي لحظة بما أنه المصل هي فولنتري مصل ممكن يتوقف مثل ما أنت الرفلكس أخذت الرفلكس مال الرفلكس هذا فولنتري مصل بس ممكن أسميها ريفلكس بس أنا بس بطاعتي أسوي ما كان يصير ريفلكس إذا ما أخرى فيها مو فالفيس هرفلكس سميه ماستيكيشن ريفلكس يبدي بالopening of the mouth راح يسوي stretching المن muscle of ماستيكيشن راح تدخل البلوكوان داخل الفرماتي من صار stretching المصل راح يصير شنو ريفلكس contraction من صار عليها stretching راح يصير ريفلكس contraction من صار ريفلكس contraction البلوكوان راح تنحط بالتيب اكو عندي الجدار فرماتي وبالتيب ريسبترز من تحسس الشيء بي راح تسوي ريفلكس ريلاكسيشن للماسكر مصر والمصر اوف ماستيكيشن و ريفلكس كونتراكشن اوف ريفلكس كونتراكشن اوف دايجاستريك عن تلقوا المصر من هنا حتى تفتح لي اللي هو الجو تنزل في جوه. حتى تنزل في جوه و في هذه العملية this is reflex this is reflex. بعد ما سوينا chewing mastication سوينا pulse of food لازم شو نسوي؟ نبلعها swallowing اللي هي في stage واحدة أول stage هي voluntary stage أنا كملت جهزت المعلومات لازم نبلعها
بس movement of the tongue upward and backward تدفع اللغمة للفارس. الفارس الدوسال الفارس ال posterior wall of the pharynx هي receptors. الدوسال ال receptors هاي راح تأتي involuntary pharyngeal stage اللي هي involuntary stage راح يصير prostatic movement بتكتب الفارس تدفع اللغمة اللي جوا ويصير relaxation of the upper esophageal sphincter حتى تدخلها وين؟ هذا الرفلكس اللي صار من طاقة اللغوة من posterior wall of the pharynx بيجب شغلة راح يصير عندي soft palate راح تتحرك حتى تغلق منه nasal cavity nasal pharynx يصير حتى بيطلع الأكل في النوز وال vocal cords راح يصير بيها attraction يصير والإبلوتس حتى يصير شنو التراكية ما يروح بالتراكية الأكل ويصير opening of the upper esophageal sphincter حتى يكون الطريق مفتوح تروح وين للأسفيرس. من توصل للأسفيرس راح تبدي المرحلة الثالثة اللي هي من voluntary اللي هي أسفيرجيال ستيج اللي راح تبدي برستاتيك موفمنت بما أنه جتني لغمة وصار سويت extension راح تبدي برستاتيك موفمنت اللي نحكي عليه من ساعة برايمري برستاتيك ويف. عادة البرايمري برستاتيك ويف الصير الأولى هي كافية تدفع اللغمة من بداية الأسفيرس تدخلها بالستوما. بعض الأحيان بتفيد في بدو تأتي سكندري ويف وين توصل اللغمة تبدي أنت من بدء وصلت المكان تبدي كدوية ثانية توصلها للستوما. قبل وصول اللغمة للستوما نهاية الأوزوفاجس قبل أن تفتح اللور أوزوفاجيال سفنكتر عندي ريسبتورز موجودة هنا تتحسس بوجود اللغمة extension of the lower أوزوفاجس تعطي response مالتها relaxation of the upper part of منو of stoma نسميها receptive relaxation. أنا جاني أكل جديد المعدة حتى تتهيئ لازم تطي من نفسها مو لازم تصبيها ريلاكسيشن نسميها ريسبتيف ريلاكسيشن ريلاكسيشن مع الاستلام فقبل اللي يوصل الأكل للمعدة نهاية الأوزوفاجس أكو ريسبتورات راح تتحسس واضح؟ هذه الريسبتورات من تتحسس راح تسوي ريفلكس الريفلكس هو ريسبتيف ريلاكسيشن ريلاكسيشن of the upper part of the stomach to receive new food تقدر تتحسس التمدد مال الاسوفاجس لو انك تتحسس هذا تحسس فيه للدستنشن الريسبتورات موجودة بالاسوفاجس نهاية الأسفيرس بس الريسبونس مالتها الأفكتر أرضى منه الستوما واضح؟ أكو سؤال طلاب بدون كلام نعم على السبسيت بلاسيشن أو الأكل؟ نعم إذا دخل الأكل؟ لا هو وين الأكل وين دخل الأكل؟ من أكل في الأكل؟ نعم نعم هو نفس كل ما يجي أكل تتوسع بقدر الكمية اللي داخلها وهي تلمعت ما تكفي أنت ممكن تاكل لك تفاحة بس ممكن تاكل ثلاث تفاحات فانت كل ما تجي لقمه جديده المعده تحتاج تتوسع شويه بالاضافه للبرستاتس مالتها ماشي طبعا صوت مقرر الصوت هو ريفلكس لازم بيس ريسبتر لازم فيه افرنت فايبر لازم افرنت فايبر هو افكتر الستيميلس هو الفود وين تاتش ذا فارينكس ذا ابر فارينكس والإفرنت فايبر عادة هو الفلوسفارنجيال نير الإفرنت فايبر هو الفلوسفارنجيال عن فيغس نير في أبر بارك سيكون في ستيج اللي بالفاركس الفلوسفارنجيال نير من يوصل الأزوفيكس يصير شغل فيغس نير والسنتر موجود في المدلة أفرنجا أتماتي الرسموس مالتي بتلك وراح يصير كلوجر أو دنيزو فاركس باي باي سوف فريد والكلوجر أو دنيزو باي إبيكلوتس عن موكل كور relaxation of the upper esophageal sphincter. الأسفاجيال مانومتري في الجهاز تيوب يدخلوه بالمعدة حتى يقيسون ويبدون يسحبوه بالتدريج حتى يقيسون البرجر اللي داخل الأسفاجيال من اسمه الأسفاجيال مانومتري يعني نذكرهم يعني ما بالنسبة لي ما أجي هذا بس معلومة لكم واضح داخل الأسفاجيال أنا عندي نيجاتيف برجر هذا عندي أبر أوزوفاجيال سفنكتر ولور أوزوفاجيال سفنكتر أبر تمنع أنه يصير سكشن أوف إير ولور أوزوفاجيال سفنكتر بما أنه نيجاتيف بريشر إلى الفتحة تصعد الأسيتيك ماتيريال من الستوما اللي هي فيها هاي أسيتيتي ممكن تصعد الأوزوفاجيس فاثنين ما ينفتحن إلا في حالة شنو؟ سوالونج بس يصير عندي سوالونج لأنه أكو نيجاتيف بريشر مايلد نيجاتيف بريشر في الأوزوفاجيس فيوفرت هاي أبر أوزوفاجيال سفنكتر
الأبر أزوفاجيال سفنكتر طبعا هي الكريكوفارنجيال مصل، it is a skeletal muscle, it is a true sphincter، هي جزء من عملها voluntary، ممكن يكون بعض الناس حتى قدر على يسوي حركة إنه يتجشأ ويسحب هواء داخل الأزوفاجس، وأنا ناس تسيطر عليها، أكو ناس يعني ما تعرف مو ما تسيطر، ما تعرف مثل ما أنا، أكو ناس تعرف تحرك إذنها، أكو ناس ما تعرف، هي موجودة المصل، تعرف تحرك فروة شعرها، هي skeletal muscle موجودة بس ممكن تسيطر عليها والله. فالأبر أزوفاجيال سفنكتر it is a real sphincter, it is a skeletal muscle تستجيب إلى reflex اللي هو swallowing reflex physiological relaxation. اللور أسوفاجيال سفنكتر it is physiological sphincter مجموعة من السمود مصل سيفير constriction حتى تحافظ على الأسوفاجيال مسدود وما تخلي الكونتنت مال الستومك ترجع لأنه إذا رجعت راح تسوي لي rotation للأسوفاجيال وتسوي لي مرض الجيرت ما أعرف هو أول كيس أخذته جيرت. وصلنا للستومك، لكن هسه وصلنا للستومك، الستومك لازم تتحرك، أول حركة بيها تنشينا ريسبتيف ريلاكسيشن، من يوصل الفود إلى نهاية الأوزوفيجس لازم تتوسع الستومك حتى تسوي لي مكان للأكل اللي إجاني جديد فكولد ريسبتيف ريلاكسيشن، وهو الأفرنت والأفرنت فايبر بهذا الريفلكس هو الفيجس نيرف، نسميه فيجو ريفلكس، الأفرنت فيجس والأفرنت فيجس نيرف ريسبتيف ريلاكسيشن. بعد الريسبتيف ريلاكسيشن راح يصير الجاستريك ميكسنج موفمنت اللي هي برستالتيك موفمنت تشبه برستالتيك موفمنت كونتراكشن يصير في البوستيريال وول مال الستومك كيف قاعد الاكل باتجاه البايلورس كيف قاعد مسدوده يرجع مره ثانيه وتتكرر الحركه لانه يزداد البريشر داخل الستومك بالنسبه لهم ويصير اوبننج اوف البايلورس حتى تصير الحركه الاخرى اللي هي جاستريك ميكسنج جاستريك معلومة عن السلايب عن شكلها ما موجودة طبعاً بالأوبجيكتيف مالتكم بس ضروري تعرفون السلايب يكون 99.5 من الواتر بقية المواد الأخرى شفتوا على نيوكاس أميليز بعض الكتب تقول بي لايبيز وبروتين إنزيم الفونكشن مالتها من أهم الفونكشن هي الابليكيشن أوف ذا ماوث والفود يسوي الكوتينج للأورال كافيتي حتى يعطيني بروتكشن بمواد بكتيريوسايتال يعطيني أورال هايجين و بي لايبيد عفوا اميليز سليفري اميليز اللي يبدي بالستارش دايجستشن يبدي ويساعدني بالسبيتش شايفين واحد من حلقين الشقري بيقدر يحكي بيقدر حد يعرف ما بيقدر يحكي ما دام موجود الابلكيشن للمواد راح تتحرك البس تتحرك براحتها ممكن واحد يتكلم ورجل البايكربونات اللي يساعدني بالابتلاع مال السلايف بما انه بيكربونات يقلل لي الاسيدتي مال الستومك